انت اسمك سامية ولا سامية؟ اسمي سامية. سامية؟ طب وفرقت يا سامية عن سامية عشان تغيري؟ لا انا ما غيرتوش، انا ناس كتير من صحابي يعني كانوا اسم سامية تقيل بالنسبة لهم. سامية تقيل؟ فرقت ايه يعني؟ ايه؟ لا يه وته وهي لا حمل فعلا وهي على كتير وايه ايه لا دي فرقت كتير. سامية عطية صح؟ سامية احمد عطية. فرقت يا احمد عندي؟ لا بقول لك ايه، انت اول حلقه سالتني اسمك كان نفسك باسمك، لو راجل قلت لك احمد عشان تشوف شبضوع هتضير اسم ابويا في ثانيه. امال ايه بقى سامة المصري؟ بص هو كان في ناس كتير الحقيقه بيحسبوني مش مصريه. ليه؟ اللوك. اللوك؟ ايوه. ايه نيجيري؟ لا لبناني. شوام، قلب على شوام. تشيك. اوكرانيات. عود برضه. والشخصيه؟ لا الشخصيه مصري مصري. مصري مصري. بولاء. من بولاء؟ قالوا عليك ان انت اسف يعني ان انت شرشوحه في طريق كلامك. والله انا غلبانه. انا بعد ما قعدت معاكي فعلا انت والله غلبانة. انا غلبانه جدا. والله هقول لك على حاجه، انا كنت ماشيه ورا في الشارع، انا عشان يعني ببقى عنيفه جدا في اغانيه وزي ما بيقولوا بشتم احيانا وبطول لساني على ناس كتير فاهم، فانا كنت مره في العربيه بتخانق مع الواد المصور معايا. سوري الواد مش قصدي يعني الولد المصور، عشان بس مصور ما يزعلوش. فرقتش واد من ولد يا عم؟ لا طلعني شكلي وحش في التصوير. لا ما تقلقش. فكنت بتخانق معاه. فعدت واحده في عربيه يعني كانوا راكبين عربيه الميكروباص الصغير، فقالت اهي شرشوحه زي ما بتطلع في التلفزيون. بس مجرد ان هي لقيتني بزعق بس، قلت لها والله انت سبت كده عندك حق. بس فهي هو الناس دايما بتاخد فكره عن يعني مثلا الله يرحمه محمود المليجي، الناس كلها كانت فاكره ان هو شرير مع انه كانوا بيقولوا من اطيب الناس. استاذ فريد شوقي بيقولوا قلبه كان طفل فاهم، فهو دايما الناس بتصدق في الفنان. زي ما صدقوا كده في الله يرحمه محمد عوض لما عمل شراره ان هو نحس بجد يعني، فكانوا بيقابلوه في الشارع بيخافوا منه.